اهلا بيكم. ما خبيش عليكم لما شفت صوره بوتين وهو حاطط ايده على ايد قيادات المناطق الاربعه اللي انضمت لروسيا اخيرا، هو بيحتفل وبينادي بعلى صوته وبيقول روسيا روسيا. ما اعرفش ليه افتكرت لعبه كيلو باميه اللي كنا بنلعبها زمان، لو حضراتكم فاكرينها يعني. تعالوا نعرف التفاصيل وايه الحكايه من اولها للاخر مع اللي بيحصل مع اشرف عزمي. في 12 فبراير 2022 حذرت امريكا رعاياها في اوكرانيا وقالت لهم امشوا فورا. ليه يمشوا فورا؟ قالت لك روسيا بتستعد لغزو اوكرانيا وان ده هيبدا بقصف جوي واحنا مش هنعرف نجيب حد. واتسال بايدن ساعتها وتقال له يعني لو في ظروف طارئه امريكا مش هتعمل حاجه للرعاه الامريكيين في اوكرانيا مش هتروح تجيبهم يعني؟ قال لك لا، عشان لو العركه دي بين روسيا وامريكا هتبقى حرب عالميه ثالثه مفيش فيها كلام، لكن هنحتفظ بجزء بسيط جدا من التمثيل الدبلوماسي في اوكرانيا، يعني لزوم الطوارئ لو حصل حاجه. وكان ساعتها في تقرير امريكي رصد حوالي من 100 ل 120,000 جندي من قوات روسيا على الحدود الاوكرانيه. بدات العمليه تسخن شويه بشويه، لكن ولاد الحلال قالوا لك نعمل قعده عرب، نعمل قعده ايه؟ كونفرنس ودي كده نهدي فيه روسيا ونبدا نلطف الجو بين بايدن وبين بوتين. فتدخل جونسون رئيس وزراء بريطانيا وماكرون وقال لك نعمل محاولات وديه جايز بوتين وبايدن يتصالحوا مع بعض وما يحصلش اي حرب نوويه في الطريق. المهم يا سيدي ان هم عملوا اجتماع فيديو كونفرنس وبدا التليفون تشتغل. الحاج بايدن اتصل بالحاج بوتين وقال له ايه يا حاج بوتين؟ ايه الحكايه؟ مش هترجع اللي في دماغك ده ولا ايه؟ بوتين راسه وقال في سيف، قال له لا، انت اللي عملت ده، انت اللي مش محقق مطالب امن روسيا، وعمالين تحرجمه وتدوره وتلفه ان اوكرانيا تنضم لحلف النيتو، وده ما ينفعش يا بايدن. المهم انتوا عارفين ان جونسون بصراحته المعتاده يعني خد سماعه التليفون وعلى بوتين على طول، قال له مستر بوتين، انت مش عارف ان في اوكرانيا 200,000 راجل وست يقدروا يدافعوا عن اوكرانيا؟ انت ما تعرفش ان انت لو دخلت اوكرانيا هيكون في دفاع مستميت وشرس ودموي، وانا هبلغ كل رجاله وستات روسيا ان هيكون مجزره حصلت لو انت دخلت اوكرانيا. المهم يا سيدي ماكرون ما سكتش هو كمان وحب يخش في الموضوع وقال له مسيو بوتين، خلي بالك احنا عندنا عقوبات اقتصاديه كبيره جدا ممكن نفرضها عليك، هنأذيك يعني هنأذيك، ما تفتكرش ان الخط الغازي اللي بيمد اوروبا اللي بيننا ده هيلو دراعنا، لا في عقوبات اقتصاديه كبيره جدا هنعملها. بايدن خد سماعه التليفون ورجع لبوتين وقال له ايه؟ قال له سياده الرئيس جورباتشوف. ساعتها انت معلش انتوا عارفين ان بايدن بينسى اليومين دول كتير، يعني بينادي على حد ميت، بيسلم على حد في الهواء، ودي الكارثه على فكره ان هو ممكن ينسى اصلا الكلام اتقال له. اعتقد ان بوتين ساعتها قال له احنا مش ناقصين لعب هواء، ده حرب نوويه ما فيهاش كلام وما فيهاش هزار، خلينا نحافظ على اللي كنا ماشيين بيه. يعني تبقى حرب بالوكاله، مالكش دعوه باللي انا هعمله في اوكرانيا، وانا ماليش دعوه باللي انت بتعمله في حته ثانيه، هتنسى وتقول لجورباتشوف لا انا بوتين، يعني ما تنسيش ابدا. ده كان مجرد حوار تخيلي للي دار القعده الوديه او الكونفرنس الودي بين بوتين وبين بايدن وماكرون وجونسون. العمليه سخنت شويتين، راح جاي بايدن باعت قوات امريكيه تقريبا 3,000 جندي لبولندا. وبعد يدي مساعدات لاوكرانيا وقال لك مش هنسمح لاي اعتداء على ارض من حلفائنا، بالرغم على فكره ان اوكرانيا دي مش منضمه رسمي لحلف الناتو، وقال لك الامين العام لحلف الناتو احنا مستعدين لاي سيناريو روسيا تعمله. روسيا طبعا وبوتين والطموح اللي هو فيه راح جاي مطلع لهم صاروخين 3 نووي وماشيين عاملين استعراض عسكري، بيهددهم بشكل صريح جدا. وانتوا عارفين بعد كده الاحداث والعقوبات اللي تم العقوبات الاقتصاديه اللي تم فرضها على بوتين وعلى روسيا، وما حصلش حاجه تقريبا لروسيا، الموضوع كله في اطار مناوشات. يعني زمان كان بيقول لك ان احنا مش هنسمح لقيام او لنشوب حرب نوويه مهما كانت الظروف، لكن هنسمح لبعض ان انا اتدخل هنا شويه وانت تتدخل هنا شويه، لكن مرحله الصدام الفعلي بين امريكا وبين روسيا كانوا متجنبين جدا انها تحصل. هل في حد نسيناه في القصه دي؟ ممكن تفكروني او لو انا مش فاكر. مين اللي نسيناه؟ ايوان زيلينسكي الرئيس الاوكراني نفسه. صحيح هو صوته مش من دماغه والناس يعني روسيا مش شايفاه ولا امريكا سامعاه، هو في الاخر بيطلع يتكلم حسب الحاله اللي موجوده وحسب الاحداث، لكن قرار من دماغ زيلينسكي ما اعتقدش ان ده حصل.
المهم ان زيلينسكي قال لك في الاول في بدايه الحرب خالص، قال لك الغرب يهدى شويه يا جماعه، مش عايزين اثاره ومش عايزين صعب، كون انتوا تقولوا ان روسيا هتهجم علينا ده هيدمر بلادنا اصلا وهيدمر الحياه الاقتصاديه فيها، وده شيء متعودين عليه من روسيا على الحدود، لكن الحشد ده لا بالكمل كبير ولا بالمؤثر. ولما سالوه الصحافه، عمل مؤتمر صحفي وسالوه في الاول خالص عن الهجوم الروسي الوشيك او المحتمل على اوكرانيا، تجاهل كل الاسئله دي واتهم الصحفيين نفسهم باثاره الذعر وصمم على كده، بس علق على حاجه واحده تقريبا، على اجلاء الدبلوماسيين من ارضه، وقال لك يا جماعه ما ينفعش، ده الدبلوماسيين دول عاملين زي الناس اللي شغاله في السفينه يغادروها اخر ناس. وعلق زيلينسكي على سحب الدبلوماسيين من اراضيه من اوكرانيا يعني، وقال لك ان المفروض دول ما يسيبوش السفينه وهي بتغرق، اوكرانيا ما هيش سفينه تايتانيك، والدبلوماسيين دول المفروض ما يغادروش السفينه الا اخر ناس، وتقريبا يعني ما حدش سمع كلامه. شوف يا سيدي، في الاخر ومن الاخر، اوكرانيا بالنسبه لروسيا مش مساله امن قومي بس، مساله امن وجودي تماما، وروسيا طول التاريخ بتاعها كله ما حدش قدر يخش فيها غير من طريق البوابه دي، يعني بينها وبين موسكو تقريبا مسافه صغيره، وعشان كده بوتين عمره ما هيسمح لاي حد ان هيحط رجل ولا خطوه في اوكرانيا، ولا هيحط حتى صاروخ فيها. دول البلطيق الموجوده دي كلها بوتين حاطط عينه عليها، وحاطط عينه على اوراسيا ان هو يتمدد غربا في اوروبا، مش عشان هو عايز يحتل ده، عشان هو عاوز يحمي الاراضي الروسيه بتاعته، طبعا في حلم موجود لعوده الاتحاد السوفيتي واراضيه كلها، لكن دول الغرب مش هتسمح بده، وهي دي المشكله. وكان في اتهامات من بوتين لبايدن لامريكا تحديدا بتقول لك ان اوكرانيا وامنها ما يهموش امريكا ولا يهمه حد، كل اللي يهمها ان امريكا تحاكم عمليه التنميه اللي في روسيا، وايا كانت الاسباب، سواء بوتين عايز يرجع اوراسيا زي ما كانت، او يرجع اراضي الاتحاد السوفيتي، او امريكا عايزه تضرب روسيا، او عايزه تحجمها وتضيعها. في الاخر لما تشوف صوره بوتين وهو حاطط ايده وبيحتفل بعوده اربع مناطق لروسيا وهو بينادي باسم روسيا، وبتشوف كمان بعض الحالات اللي فيها الرئيس بايدن وهو بينسى وبينادي على حد ميت وبيروح ان حد بيسلم على حد، ده شيء يخوفك جدا، ويقولك ان ممكن الحرب تحصل فعلا في لحظه وبضغطه زر، علشان الصدام دلوقتي اصبح وشيك جدا بين روسيا وبين امريكا. فكل الحاله اللي حكيتها لك دي، الهم اللي يضحك، ما في هم بيضحك وهم بيبكي، الهم اللي ضحكنا ساعتها ان احنا قاعدين نلعب كلوبامية وقاعدين نشوف مين اللي هيكسب، امريكا ولا روسيا، يا ترى مين اللي هيفوز، ونقعد نعمل كلوبامية تاني، يا ترى الحرب الدموية هتقوم ولا مش هتقوم، هتحصل ولا مش هتحصل، واحنا كل ما تحصل حاجة نلعب كيلو بامية، ويا فرحتي بكيلو بامية. شكرا ليكم، كنت معكم أشرف عزم.